عفوا يا خانم، برجع وبقول لك انا دكتور وبس. بسيطة، انا اسفة اني عطلتك عن شغلك. الله يصطفل فيكي، بيتنا وقلوبنا من مبارح عم تحترق لليوم، وانتي ناوية تكملي علينا بلسانك الطويل. لك مرتي عم تشتغل وانا قاعد مو هيك، وما عنا اولاد كمان، ها؟ ومن اليوم ورايح ما رح يشربوني شاي بالقهوة، معناتها انا مالي رجال، مالي رجال. رح أرجي كل الحارة من هو جلال، أنا بورجيكم. يا زلمة لساتك بسوسة النصيب هاي، والله حرام عليك. أنا مو عم بلعب، هاي تسلاية بس. إذا ما عم تلعب ليش عم تعبيه ولا كان؟ إيه ولو شو باك ميبس راس؟ خلاص رح ضبها من قدامه. عن جد أنت كل مرة بتربح؟ معناتها عبي الورقة أنت وأنا بدفع المصاري. معقولة يا صاحبي؟ هيك بتصير قمار، ما بدي. بسيطة خلص، أنا بحكي معه. تركنا هلا من يا نصيف، وقال لي حدا منكم بيعرف عن شو عم يحكوا هنيك؟ الله أعلم، بس أكيد في شي، لأنه صار لهم كذا ساعة وعني عن هاي الحالة. المهم إنه في شي ولازم نعرفه. هلا ما فينا نساوي شي، رح نستنى لحتى يرجع عاكف على الفرع. خلاص هو أكل الصدمة. خايفة تشوف الناس كلها قبل ما يجي على الفرع، برأيي لازم نخبر الكل. بالأول لازم أفهم شو صار معه بالتفصيل، وبس ترجع بنت أخونا صالح لوعية ومنطمن عليه وعن صحتها منشوف شو قصته. وأنتوا لا تضلوا قلقانين هيك ولا تخبروا حدا. صالح شو صار؟ فتحت عيونها وحكيت. الحمد لله رجعت لوعيا. الحمد لله على السلامة. اي والله الحمد لله. الحمد لله. السيد صالح كورتيلو رح ابعتك اسبوع كامل اجازة اجبارية. ما بدي اشوف خلقتك بالشغل. ها ارتاح منيح. طول بالك معلمي، خفت عليك كتير، والله خفت كتير. الله لا يقدر، كنت متت لو صار لشي. يا سبع انت. شكرا كتير لكم على وقفتكم جنبي. العفو منك معلم. وهلأ إذا المدير بيسمح لي بأمركم الكل يروح على الفرع. يلا على شغلكم. أمرك سيدي. ابني خلص بكفي. شو المشاعر هاي العمو؟ ما أغلصوا شباب، تعوا خدوا عني. يلا بعيد عمو، ما أسألك بعيد عني. خلص اترك المعلم، خليني توصلك لك لسلامي لهون تاخدك. خلص بقى الحمد لله، الحمد لله. شو صار لك يا سبا؟ خايف تشوفك مرتك ولا شو؟ ها؟ شو عم تحكي؟ كل شيء لا مرتي. خلص بوسي. لك انت لازم تموت. والله التوبة لازم تموت. تعال هون. تعال هون. خلص خلص حاجي. تعال هون. تعبت كيف؟ انا بورجيك. ما راح اترك. ماشي يا واطي. انا بورجيك. لك ليش ما تعال هون. تعال يا واطي. والله سامحني والله. اه والله لا موت. لك عاد. والله لا استحق. لك خلص اهدوا. خلصنا. تعال يا واطي. انا زنكم. إذنك معه. أنا زوج عزميلة تشتغل هون، بدي شوفها ضروري. الخدامة؟ إيه الخدامة. بتلاقيها تحت بجناح الموظفين.
شكرا. مرحبا، بعد اذنك وين بلاقي عزمية؟ ليك فوق عم تنظف الأوض. بأي طابق بتكون؟ طابق الأسانسير، طابق الخامس. يسلم. أهلين. أهلا وسهلا. شكرا لك. اصلا يلي عنده هيك اب بده يصير فيها اكثر من هيك. الحمد لله ما عاد في داعي للقلق. الله ستر. فينا نطالع من المشفى انت ما كان. شو دفعت مصاريف المستشفى؟ اذا ما انك حامل انا بعطيك. الدولة تكلفت بكل المصاريف حماتي الحمد لله. صالح عم قول يعني لبين ما نزبط بيتنا خلينا نقعد عند امي كم يوم. ما في داعي نزعجها، مندبر امورنا بهالفترة. ازعج شو انت التاني؟ يعني اذا منختلف من وقت للتاني بنتي وحفيدتي ما فيهم يجوا يناموا عندي ولا شو يا صهري؟ نحكي بعدين ومنشوف البيت كمان، اذا اضطرينا اكيد رح نجي. يسلموا. والله انتو اضرب مصلحتكم، انا طالعة هلأ. انتو اتخذوا قراركم وخبروني شو بصير معكم بالبيت. صالح دير بالك عليهم منيحة. تعرفي الله يسلم لنا أمك، يعني ما بتصعب الأمور على الواحد إلا شوي. تركك من أمي هلأ وخبرني وين بدنا نسكن نحن. البيت واحترق، شو بدنا نساوي صالح؟ طالما بنتنا منيحة وصحتها بألف خير البيت قصته محلولة، وصدقيني الأيام الجاية رح تكون أحلى من اللي راحت. بيكفوك المصاري اللي شايلون على جنب؟ الله بيدبرها يا مرتي. وإذا ما كفونا؟ خلاص قلنا لك الله بيدبرها. صالح شو بدك تدبر لتدبر؟ شبك مالك شايف قدامك؟ لا عمى شو هالناس هاي؟ أنا بعرف كيف زبط له هالخلقة المقلوبة، بس هلأ ماني فاضي له. يلا فوتي على الغرفة وزبطي الأغراض خلينا نروح من هون. لوين بدنا نروح صالح؟ على الشعبة. شو؟ في بيت تابع للفرع هنين والله كريم لبعدين. شو هاد؟ شايف أمورك بخير ورايقة على الأخير يا باشا؟ وضع البنت منيح؟ ايه كثير منيح. بعد ما طلعتوا كلكن انجبرت ابقى بناوب هون والشغل كله طلع من ظهري أنا. الله يعطيك العافية. وطبعاً أكيد هلأ بدك تروح تزور بنت معلمنا بالمشفى مو هيك؟ وبطريقك لا تنسى تاخد كم كيلو حلو معك. ايه؟ الحمد لله اللي هيك ولا غيره، أهم شيء إنه البنت بخير. ومرة تانية لا تطلعوا كلكن سوا مشان الحالات الاضطرارية مو أكتر. نحن جاهزين لأي مهمة دائماً ولا يهمك. أهلين سيدي. يعطيك العافية. ألو نعم إليف، كيفك؟ شكلك مو على بعضك، في شي؟ لا ما في شي، سلامتك. بس مبين من عيونك غير هيك، كأنه كنت عم تبكي من شوي. قالت لك ما في شي يا باشا، بلا كتر هاي الأسئلة. يعني رح تضل تعاملني كأني عدوك يا سليم؟ عم أسأل مجرد سؤال، طلع بوش منيح. شكراً كتير على اهتمامك يا باشا، زعلانة على بنت صالح. تمام، أنا سألتك من خوفي عليكي لأنه من قبل ما شفتك هيك، من وقت جنازة عاكف الله يرحمه. كأني غلطت بشي؟
سيدي، الفريق رح يعرف الخبر هلأ أو بعدين، بس إذا دخل عاكف عليهم فجأة شو رح تقول لهم أنت؟ لازم نحكي معه أكثر من مرة لحتى نخليه يهدى، مو هيك سليم؟ أكيد، لأنه إذا ضل ساكت بيكون عم يخطط لشي، أما إذا حكيناه واقتنع بالحكي رح يهدى ويتقبل الوضع. نحن لازم نجرب نقنعه بأي شكل. أنتوا هيك رأيكم؟ نحن رايحين نحكي معه هلأ سيدي. مستحيل يا إليف، أنت لا، أنا بروح لحالي وبحل القصة. خلاص بقى، قال بيروح وبيحلها. من غيري ما حدا رح يروح لمحل. طلعوا بالسيارة. يلا. شو شباب؟ يا ريتنا لو ركبنا كاميرا او شيء حواليهم كنا على الاقل عرفنا شو الموضوع. في شيء مهم، بس ليش ما عم يحكوا قدامنا يعني؟ الله اعلم، بكره الايام بتبين. مالتا شو؟ مالتا شو صار لك؟ لك شو في؟ بتكون تمديداته الداخليه انضربت للزلمه. لما بحس انه في شيء عم يصير من ورا ظهري بتشنج معدي فورا وبتعب. احساسي ما بيخوني. تعال لجوا. تعال لا تعال يلا. تعالي اتركني. تعالي معي. بعد عني. ما عاد خليكي تشتغلي هون، ما راح اتركك تنط في غرف العالم. صارت سيرتنا على كل لسان بالحاره. تحركي. شو انت جاي؟ مشي معي. شو بدك احكي للعالم؟ ما بدي تكتري حكي. يلا خاف من الله يا زلمه. شو بدك؟ يا مرة تحركي. يلا وليك. انتو خليكن هون وانا رح اروح شوف شو بدك فيهم. تمام. بدك تمشي يعني بدك تمشي. يلا بدك تمشي غصب عنك. يلا. خير شوفي. وانت شو دخلك؟ بعد عن طريقي. لا تتدخل بيناتنا. صديقي مبين عليك معصب ويمكن يكون الحق معك. بس بهي الحالة صعب نحل المشكلة. اترك المخلوقة. تعا خلينا نحكي كلمتين على الهواء. هاي الست بتكون مرتي، لهيك انت خليك برا. نازلي يلا. نازلي لا خلصيني. كثير بخوف، خلينا نروح على البيت. لا يا بنتي، بس عمو معصب شوي. انت يلا ارجعي لعند امك. انا ما راح. لك امشي لا تكبري راس. معي كلام بابا. عزمي اسمع الكلام، وانت بعد عن طريق احسن لك. ترك المخلوقة بالاول. نازلي اختي. يا اختي نازلي حبيبتي. بابا ساعدني. الله يخليك. صالح عمل شي شغله بسرعه. بابا خلصني من هالزلمه. الله يخليك. لا تقرب مني ولا بقتلك اياها. نازلي ماشي. لا تقرب. خليك محلك. خلاص اهدى شوي. لا تقرب. بابا خلص البنت. خلاص بنتي. زدت سلاحك. تمام بابا. اهدي يا الأرض. نازلي بابا. يلا زدوا اتركوا. بعد عنه. بابا أنا كتير خايفة. حرك حرك. يلا ماشي بنتي. يلا بسرعة. اهدى. لا تقربي بقتل البنت. ها نازلي. ياسمين خليكي محلك. لا تخافي. خلوني أنا أطلع أحكي معه بالأول وأنتوا استنوني هون. لا تطلعي لحالك. إلا إذا كان في شي خاص. هذا شي تاني. أنت زوجي وهو كان خطيبي، شو طالع بإيدي ساوي أنا؟ فكرت بهذا الشي يا سليم؟ أنا شفت كيف كنتوا رح تروحوا بعضكم كرمالي. خلاص رح نطلع كلياتنا لفوق، فهمتوا علي؟ يلا وراي. بابا ساعدني. بابا لا تقربي. عمل لك تركه. رجعوا بابا. رجعوا لورا. اهدى شوي. طول بالك. اهدى شوي. لورا.
روحك. طولي بالك يا ياسمين، لا تقربي. اتركها احسن. اسمع انت، اتركها ياسمين. والله اذا بيصير له شيء لبنتي او بنخدش حتى خدش صغير. اعمل لك شيء بربي لهون. طولي بالك بسرعه ياسمين. انت شوي كرمال الله. خلص اهدي، يلا اتحرك. رجع لي ياسمين. يلا يا عاكف افتح الباب بقى. شو الظاهر مالك حابب تشوفني يعني؟ قلت لكم بس انتو ما رديتوا علي. بعرفه منيح لعاكف، لهيك انا اللي لازم احكي معه. عاكف اخي افتح الباب وخلينا نحكي. والله اذا ما فتحت الباب بكسرها وبفوت لجوا. لا تقربي ياسمين. قلت لك يا واطي لا تقربي عليه. رجعي لورا ياسمين، رجعي لورا. خذوها من هون. الله يجزيكم الخير يا جماعه، خذوها من هون. نزلي بنتي، رجعي لي. تمام هيك تمام، رجعوا بنتي. بنتي الله يجزيكم الخير. ماشي هيك، طول بالك. رجع ماشي لورا. لك ما حدا رح يقرب. تمام، لا تقربي. خليك بعيد عني، لا تقرب أكثر. خليك بعيد. يلا هي بعدت، خلينا هلا نتفاهم. لك اتركني. اللي شو طلباتك؟ أنا مستعد نفذ لك اللي بدك يعني. أنا هادي عمل لك هادي كتير. طيب تكرم. جيب لي مرتي. لا تخاف يا بابا، أنا جنبك. ماشي بالتا، قوم رد على التليفون. كارلوس بيرد. بالله شو، يلا خلصوني أنت وياه، قوم ردوا. شبك حصبت علينا هيك، عم نلطف جو. خلص يا عمري لا تبكي، لا تخافي، كل شي رح يكون تمام وثقي فيني. ماشي بعيد، عم قلك بعيد. ماشي ماشي، انت رجال وبتفهم، اهدى شوي. طبعا انا هيك، انا رجال غصبا عن الكل، انا رجال عم تفهم. ماشي ماشي ماشي، يلا بعيد. ما رح اقرب عليه. وروح جيب لي مرتي. اهدى شوي، ما رح اقرب عليه. شايفك لا تقرب. ها رجعوا لورا، رجعوا لورا. بابا ليه؟ ليك ما أبرد دمه، شوف كيف ماشي مثل القطار القديم ولا في شي على باله. ولك خلي عندك دم، رد على التليفون بسرعة، بيكون طالب الطوارئ مات وشبع موت هلا. أنا رح رد على التليفون بس رح حاسبك. والله بمزح. في حادث تهديد مسلح. أنا بالمستشفى وبنتي رهينة معه. بنتي بمين عم تتصل أولاد؟ جاوبني مع مين عم تحكي؟ بابا سكر الموبايل لشوف، سكره. إذا بتجي الدولة كلها ما راح تخلص منك. تمام مثل ما بدك. تمام يلا سكره. خلص خلص سكرته. يلا بسرعة جيبوا لي مرتي لهون. وانت مع مين كنت عم تحكي؟ اتصلت برفقاتي مشان يجيبوا لك مرتك الطمان. عن جد؟ ها؟ كارلوس فوت بجلدك. بعيد شو بو؟ يلا يلا نلحق، أكيد في شي. بسرعة ارتاحي يا خالي. اتركوني روح، لا تنيموني وحبيبة قلبي بين ايدين هذا المجنون. جيبوا لي يا خالو. ما بيصير هيك يا خالو، اذا بتريدي لازم تهدي حالك شوي مشان صحتك. صديقي انت شو اسمك؟ وانت شو بدك باسمي؟ وين مرتي؟ جيب لي مرتي لهون فورا. ماشي اذا ما بتجيبوا لي مرتي هلا بقوصها قدام عيونك. عم تفهم؟ اطلع من حدا يقرب من هون، لا تقرب، كوم البنت بالارض. ها جيب لك مرتك لعندك، رح اعمل كل شي بدك اياه، بس كرمال الله تريك السلاح من بين ايديك بلا ما حدا يتأذى بالمشفى هلا. بعدين بنتي ما لها علاقة بالموضوع. بابا ما رح زدت المسدس لحتى تجي مرتي لعندي. عم تفهم؟ لا تخافي بنتي لا تخافي. بابا كتير خايفة. لا تقرب لا تقرب، رجع لورا. ماشي رجع لورا، خليك بعيد. ها خلص هدي حالك، هدي شوي يا بنتي. عمو منيح وبيحبك بس هلا هو مزعوج شوي لأنه معصب من مرته. هلا بس تجي لعنده رح يتركك تروحي معنا. ماشي بدي اياك هلا. ماشي عم اقول لك بدي اياك هلا. رجع. حاضر حاضر، رجع لورا. عاكف افتح الباب بقى. ليك لازم نحكي معك مشان نحل هاي القصة. شو مالك ناوي تخلينا نسلم عليك؟ اسمع انا مسامحك بتكاليف الجنازة اللي عملنا لك اياها. اسمع إذا ما بتفتح لي ما رح سامحك ولا بفرنك واحد. عم تفهم؟ أه
أهلين بالبطل، اشتقت لك كتير، ما توقعتك تفلت منه. نفدت من الموت هالمرة، بس مو المهم كيف نفدت من بين دياته، المهم انك رجعت. الحمد لله على السلامة. صرعتني اليوم، خلص فهمنا، والله رح رد على المكالمة. ما بيهدى كل النهار. ش شوي تانية رح حسه مجنون، بس مو معقولة. ها ألو، نعم، إيه عم اسمعك. ها شو؟ ارجع عيد لشوف يا سليم. سليم اسمعني. نعم. صايرة مشكلة مع صالح. ماشي ماشي، نحن كمان رايحين لهنيك، خليكن هادين. ش فهم علي، خليك هادي، عم تفهم؟ واحد مجنون محتجز بنت صالح رهينة بالمستشفى ومع مسدس. انتوا طلعوا فورا على مكان الحادث، وانا رايح من هون على المركز. هربت؟ بابا قربتها. انت اللي خليتها تهرب. ماشي ماشي. انت خليتها تهرب. وانت اللي بدك ترجع لهون، عم تفهم؟ رفقاتي على الطريق، هن رح يجيبوا لك مرتك لعندك. انا بروح. اذا ما رجعت لي مرتي، يمين بالله ماشي ماشي ماشي, ماشي. قدام عيونك هاك. خذوا مواقعكم، تحركوا. شو عم تعملوا؟ خذ موقعك. مين هدول؟ تعالوا ورا، لا تعرفوا لعندي. ها محلكم عملكم. وقفوا عنكم ونزلوا سلاحكم. قلن يرجعوا رح اوصها. ها الكر اهدى، بنتي بايده. صار بالمرمى يا معلم. نزل سلاحك بسرعة، نزلوا. مين هدول؟ بالك بنتي معه. يلا فضلي طولي بالك، حاجة تبكي. يلا قوص لك واطي، يلا قوص وبموت وبموت هاي البنت معي. الكر نزل سلاحك. شو عم تستنى؟ نزل سلاحك. بس لا تنسى ورا. انه حياة هاي البنت المسكينة مرهونة بحياتي. لك اتركني. الكر اهدى. لورا لورا لورا. هيك لكان طلبت النجدة من رفقاتها. والله لا خليك تندم انت وياه هون. اهدى. اذا بتجيب الدولة كلها ما رح تفيدك، لانه البنت بايدي انا. اهدى شوي، خلص رح جيب لك مرتك لعندك من عيني. هي قبل هي ماشي. ما زال هيك لك؟ ليش جايب كل هالعالم لهون؟ فهمني. هدول جايين يساعدوك. مشان يجيبوها يعني؟ شو عم تضحك علي؟ خلص مثل ما بدك. بالتا امرني معلم. بابا خلوا حركاتكم كلها بعلمي انا. بدي منك هلا تبعت لي حدا يروح يطمن على مرتي. امرك معلم صالح. لا هلا ما خبرتني يا اخي. انت شو اسمك؟ لا تخاف من الشباب اللي جايين معي، نحن كلنا هون مشان نساعدك. شو اسمك يا اخي؟ ها؟ اسمي جلال. وانا صالح. اسم على مسمى. انت زلمي بجلالة قدرك صحيح، بس عاطفي كتير كمان. فيني افهم شو صاير معك؟ شو هالزلمة البارد هاد؟ الكلب اخذ له بنته رهينة، وهو لساته عم يحاكي بحنية ورقة. اكيد بيكون عم يغلي من جوا، بس ما بده يستفزه مشان بنته. سيبه تعال عندي. برني سيدي. نحن هون كتار، الزلمة حاسس حاله مخنوق ومحاصر. بدي تدخل على نظام الكاميرات بالمشفى، راقبه عن بعد وجيب لي لابسكي معك. إلكر جلال بيك بده تجيبوا له مرته، بس ماشي؟ لا قولوا ياها وجيبوا له ياها بأسرع وقت ممكن. يلا يلا كل واحد يروح على شغله. يلا كل واحد يروح على شغله. يلا يلا انسحبوا. انا رح ضل هون، ماني متحرك. انت خليك هون معلش. انا وجلال بيك كمان بدنا نشرب كاسة شاي مع بعضنا، وروح اطلب لنا كاستين شاي الي وقلو. بنتي شو رايك تشربي شي بارد معنا؟ ماشي. جيب كولاية معك لبنتي كمان. من النسر واحد للنسر اثنين. النسر اثنين معك. اثنين شاي وكولاية للطابق الاول، وجيب لي معهم سندويشة مع واحد عيران. علم يا نسر واحد.
كارلوس، لازم تخلوا هذا الزلمة بمر من النار. شوفوا وين أنسب مكان هون. حاضر يا باشا. بدي الشفرة تبع الكمبيوتر فورا معلم. سيبو، شف لي هاي المخلوقة من وين طلعت ولوين راحت، مشان نحدد الطريق الأسرع اللي بده يلحق فريقنا فيه. ماشي حبيبي. سليم وإليف وينهم؟ صايرين مثل الزيبق بهالأيام. حكيت مع المدير على التليفون، هني على الطريق وجاي لهون. كيفك؟ شو أخبارك اليوم؟ يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اشتقت لك كتير يا صاحبي، انت مالك مشتاق لي؟ سليم؟ سليم مين هذا؟ يا لطيف، شو هالشبه الكبير هاد؟ شو هذا اللي عم شوفه؟ عن جد شي ما بيتصدق. هدي حالك، نخلص من هالمهمة ومنحكي بقصتي بعدين، وبقلك شو اللي صار معي. بس خبرني، وينه المعلم صالح هلا؟ المعلم بالطابق الخامس هلا، باشا وسيبه بالطابق الأول، عقرب واحد، أنا رايح لاقي زاوية رؤية واضحة. كيف الوضع جوا؟ لهلا ماشي الحال، فيكن تفوتوا من هداك الباب. كم شخص جوا بالهدف؟ شخص واحد، مدني مسلح ومعه رهينة. تمام، بتحاول تلاقي زاوية واضحة من الجنوب. انتبه يا عقرب اثنين، ما بدي أخطاء. يلا. تمام. هلا اجا وبلش يتأمر. سليم، مو وقت هالحكي هاد هلا. مثل ما انك شايف يا جلال، ما حدا بده يضرك او يأذيك من الشباب اللي معي. ومرتك هلا جاي لهون، اه؟ فيك تترك بنتي هلا، وشو ما بدك بيصير. أوص. مستحيل اترك البنت قبل ما اشوف مرتي عندي. اهدى، انت راح ترجع لي بنتي مثل ما وعدتني، وانا راح جيب لك مرتك مثل ما وعدتك. مشان هيك قلت لك تترك البنت، صدقني مو مشان شي تاني. تيجي مرتي بعدين بترك البنت. ماشي ماشي، من العقرب واحد للنسر واحد. مين هذا يا معلم؟ كأنه صوت عاكف، يعني قصدي بيشبه صوت المرحوم عاكف. نسر واحد عم بسمعك. اسمعني، يعني معقول اترك بنت اخي الحلوة؟ انا اجيت، صرت هون، العقرب واحد تحت امرك. ولي دستور يا اسيادنا. شو بكون؟ شوفي ليش عم تحكم بصوت واطي عنكون؟ وقفي، لاني قبلت اشرب كاسة شاي، فكرتوني اجدب مو هيك؟ اه، معكم خمس دقايق، خمس دقايق بس. اهدى، اذا اجت مرتي كان ابيها، واذا ما اجت بقوص البنت وبقوص حالي بعدين. بالتر، شو عم تساوي انت؟ نزل سلاحك، نزله. يلا امرك، امرك جلال. خمس دقايق، معك حق، تاخرنا كثير نحن. يلا بسرعه. طيب بعد اذنك خليني اشرح الوضع الجديد للشباب. تمام. عاكف، ما بعرف من وين جاي صوتك هلا، المفروض تكون ميت وهلا عم تحاكيني من اللاسلكي. بسرعة. المهم انه اخونا جلال هون عطانا مهله خمس دقايق بس، خمس دقايق بس. في مسدس 9 ميلي محطوط براس بنتي. تمام، خمس دقايق. شايفك، انا هون تحت امرك علم. خمس دقايق، كارلوس العقرب رح يتوجه للبناء الثاني هلا، وانت خليك على مرأة العقرب واحد. الكر، شو فرصه انه نلاقي مرته؟ رجعنا للتسجيلات، المخلوقه هربت، لا في سياره ولا في عنوان. خمس دقايق مستحيل. دقيقه واحده بالله، لسه من نص ساعه ما كنت عم ترضى تفتح لنا الباب، وهلا مونت حالك على كل شيء. ليك يا عاكف، الاحسن انه ما تتدخل بهالمهمه. شباب، القصه فيها بنت اخي صالح. عم يحكي مظبوط، نحن بحاجة لكل واحد فينا هلا. بس لما احتجته ما رد علي. طبعا، لأنه ما بيهمه. اسمعوا، بنت معلمنا صالح علقانة بإيد واحد مجنون جوا، ومعنا خمس دقايق بس، ما في عنا وقت كتير لنضيعه بمواضيعكم الشخصية هلا. الحقني الكل. وأنا كمان جاي. بقلب هاي المهمة نحكي مع بعضنا ولا كأنه في شيء، بس أول ما منخلص البنت وننهي العملية راح تكون علاقتي فيك انتهت. صايرين مثل الأولاد، عن جد خلونا بشغلنا وشو لازم نساوي. تمام،
كلامك صحيح. سيبه، لازمني وراء فورا. وراء فورا إلكار، أمنوا الدعم والمعلومات للنسر خمسة. سيبه، أنت رح تكون عين العقرب واحد بكل شيء. إليف، أنت خلي عيونك على النزلة على طول وديري بالك عليها منيح. سليم، أنت بتروح لعند صالح وبتضل معه وما بتتركه. قديش صار لي نايمة هون؟ كم يوم صار لي هون؟ شو صار بهداك الزلمة؟ وينك أنت يا صالح؟ وينك هلا؟ مشان الله جيب لي بنتي لعندي يا صالح، بترجاك تجيب لي نازلي. لا تقلقي، كل شيء تحت السيطرة، طولي بالك. أنا جوزي ضابط بالمهمات الخاصة، فرقة المهمات الخاصة اللي بالمدينة، رح ينقذ بنتي، لأنه إذا ما أنقذها بتكون المهمات الخاصة اللي هو فيها شغلة فاضية ومو مثل ما قال لي. صالح، سيبوه، وين صرت هلا؟ وجهني. خليك ماشي مثل ما أنت، بعد شوي رح تلف باتجاه الغرب اللي موجهك تماما. استعجل شوي لأنه ما ضل عنا وقت. طيب علم، اهدى اهدى شوي، اهدى كرمال الله. خلاص، المال اللي عطتك اياها خلصت، هذا هو وعدك يا عسكري. بابا، الله يلعنكم ويلعن وعودكم. الوعد اللي خليت فيه رح تدفع ثمنه. روح بنتك هلا، اهدى رح شوي. تخسر بنتك. عم تمام تمام، نزلوا سلاحكم، نزل، نزلوا نزلوا سلاحكم، نزلوا. بكفي بقى، مهلتكم انتهت. رح موت واخذها معي وريحها من هالحياه. عم تسمعني؟ رح اخذها معي. ماشي عسكري. ماشي، اهدى بس، اهدى. انا ما في حدا بيضحك علي، عم تفهم شو عم اقول؟ ما حدا. تمام، هدي حالك، هدي حالك. هلا كل العالم رح يعرفوا مين هو جلال. يا اخي اقتلني انا، بنتي ما لها علاقه بكل شيء صار معنا. بترجاك دخيلك لا تقتلها، هي حرام. خلص تعال اقتلني انا بدالها. معلم، حديثك الناعم والطري معه بخليه يتوحش اكثر. خليني اوصى وريحك منه. لا لا، خليهم يرجعوا لورا. نزل سلاحك، نزلوا، رجعوا، نزلوا نزلوا. مو صحيح، ما راح يقوص. سمعتوني؟ الكل يترك سلاحه. ما سمعتوني؟ الكل ينزل سلاحه. صار بمرمى النار تبعي. اصحك، لا تقوص، لا تقوص، لا تقوص. علم بعد من قدامي. عمل لك لا تقوص. بقتل البنت. ها، نزلوا سلاحكم. مفكرني ما بعملها العسكري، مو هيك؟ قوص علي وشوف اذا بعملها ولا لا. لا 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 لا. على الأرض ولا؟ على الأرض. زين، مرحبا يا شباب، بخير وسلام. رجعنا للواجب. أخي السبعة، شو أخبارك يا بضاي؟ منيح؟ الحمد لله. نزلي يا عمري. قم لشوف، حرك. يلا حرك. جيبوا لي مرتي، مشان الله جيبوا لي مرتي لعندي. معلمي، على السلامة يا وحش. يا روحي نازلي، بنتي حبيبتي، ألف الحمد والشكر لك يا الله. الله يخلي لي اياك يا رب. امي، انا بحبك كثير يا امي. يا روح امي. وعديني ما تشلحي المحبس لو شو ما صار.
يا ربي دخيلك شو ساوي؟ دخيلك تساعدني يا رب. ماني قدران أقول قصتي لحدا، وحضرتك عشتي وشفتي قصص كتيرة، يمكن تقدري تنصحيني. لك آه يا بنتي، في حدود ما فينا نتخطاها، بس بيجي وقت ننجبر إنه نتخطاها. حاسة حالي مو قدران يساوي الشي، ما فيني أترك عاكف زعلان، وسليم هلأ صار زوجي وماني عارفان إيش بدي ساوي. الماضي لسه ما صار رماد، لا تحاولي تحرقي مستقبلك، لأنه الله لا يقدر بتخسريهم الاثنين سوا. أنا بعرف إنه أنا غلطانة، هي أنتي من غير ما تشوفي قدرتي تعرفي إنه ابنك توفى، بس أنا حتى الزلم اللي حبيته واللي وعدته بالإخلاص ما كان لازم قلبي يصدق إنه مات. لسه بتعيشي كتير وبتشوفي يا بنتي، صدقيني ما رح توصلي لشي باللي عم تعملي بحالك. طلعي لقدامك، الحياة ما خلصت، ضلي ماشي على الطريق، الطريق بيوصلك للمكان الصح. بدك شي؟ ماني حابة ضايقك أكتر من هيك، حطيت لك الغراض جوا ورتبتهم، برجع لعندك بوقت تاني. خلي إيمانك بالله كبير، لأنه بس بقدرة الله الجمل كبر وبيمرق من خرم الإبرة. أنت مؤمنة وقلبك طيب، لهيك الله رح يهديك للطريق الصح. أنا اللي معذبني إنه هن الاثنين كانوا رح يروحوا بعض كرمالي، وهي مشكلتي، وماني عارفاني مع مين لازم كون. صحيح إنه قلبي مع واحد منهم، بس التاني بيكون زوجي وما عندي استعداد أخرب بيتي. هي كلامك صح، بس لا تنسي التفاح والبرتقال ما بيطلعوا بنفس الشجرة يا أمي. مرحبا. أهلين وسهلين. أهلين فيك. ارتاح. كيف فيني أخدم حضرتك؟ حابب أسحب كل مصاريي من حسابي. طبعا. في عندك